بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة اللغة العربية سنة رابعة متوسطة رايح ندير حلول الكتاب المدرسي صفحة رقم 29. أعيد الاستماع إلى الجزء السابق من الخطاب صفحة رقم 29. نعم، تغير نمط الخطاب لأن الكاتب أقحم فيه بعض أقوال المفكرين كالمثل الصيني ورأي الناقد الفرنسي. النمط الحجاجي. نمط الحجاجي هو وسيلة من وسائل الإقناع والتعبير عن الرأي. مؤشراته وخصائصه: 1- الروابط الزمنية والسببية والشرطية والاستنتاجية. 2- الخطاب المباشر. 3- الجمل القصيرة والتكرار. 4- الحجج والبراهين والاستشهاد والأمثلة والإقناع. 5- الروابط المنطقية وعرض وجهة نظر. مجال تاعو المسائل العلمية وجهات النظر في الحياة. هذا هو تمارين الصفحة رقم 29. نقول اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والحمد لله رب العالمين.